بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبلش اليوم بسلسلة منهجية البحث العلمي وكتابة البحث العلمي بالمحاضرة الثامنة، وهي كتاب معايير كتابة النتائج والمناقشة. طبعا النتائج والمناقشة عندنا بها يعني فد إشكال كبير في كتابتها. دائما إحنا يعني نوقع بإشكال كتابة النتائج وكتابة المناقشة مالتها. طبعا صلب الموضوع وصلب البحث العلمي هي ما تحصل عليه من نتائج وكيف تثبت هذه النتائج. يعني شغلك كليته أساس البحث العلمي هو مالتك، أنه أنت شلون تحصل على نتيجة، شلون تحصل على النتيجة وشلون تدافع أو تثبت صحة نتائجك، تثبت صحة نتائجك بشيء علمي وليس شيء جاي من فراغ. فإحنا لو نشوف هسه الرسائل والأطاريح والبحوث، أكثر نتائج المناقشة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن واتفقت هذه النتيجة مع فلان ولم تتفق مع فلان. هذه مو تفسير، هذا ورا ما تفسر تقدر تذكر هاي الفقرة. وأنا عن نفسي أصلا نوبات ما أذكرها ببحوثي ولا أريدها. شو سيقول فلان وإذا اتفقت وياه واتفقت أنا شو علي؟ قد أذكرها وقد ما أذكرها تبقى يمك، ولكن الأفضل أن تذكر لي تفسير علمي يعني يثبت صحة نتائجك. نرجع على النتائج، يقول لك هي جزء من الورقة البحثية وهي المكان الذي يضع فيه الباحث إجابات الأسئلة المبينة على شكل الدراسة، المبنية على شكل الدراسة، وتعتمد طبيعة النتائج على نوعية المنهجية التي تم تطبيقها. ويجب أن تكتب النتائج، ركز لي على هاي، بشكل بسيط سلس بدون تحيز أو تفسير، أوكي، ومرتب بسلسل منطقي على أن يكون ذلك مكتوب في صيغة الزمن الماضي. بشكل بسيط دائما احنا نشوف النتائج مالنا اللي نعرضها القارئ. أنا ظل أقول لكم الكاتب ليس مثل القارئ، أنت من تكتب تفتهمها، مجاني وراك ما افتهمها. فدائما من تكتب خلي نفسك مكان القارئ. ليش؟ لان انا ما اعرف ايش راح اسوي، ما اعرف شنو تقصد. يعني مثلا نوبات يجيبوا لك بحوث، البحث يجيبوا لك اياه عباره عن شيء مريب جدا، بحث الاشكال مالته عندك 6 ايام حتى تفتهم من دخل بيها، الجداول ما تفتهم بيها اطلاقا، الاشكال صعبه، الانستغرام ما ينقري. اذا هذا شنو؟ هذا صعب، ما اقدر انا افسره. دائما خلي نقطه ببالك، شنو هي النقطه؟ انه انت من تسوي جدول، تسوي شكل، تسوي انستغرام، تسوي مخطط، ان يكون قارئ نفسه بنفسه، ان يكون قارئ نفسه بنفسه. ما ممكن ان تخلي شيء غامض، دائما خلي سلس وواضح. ليش؟ لان هاي البساطه تنقلك الى شنو؟ الى شيء اخر، وهو مدى امكانيتك انت. من تخليه معقد راح تنعرف انه انت ما كنت فاهم الموضوع، بس قد ما تبسطه فانه انت شنو هو فاهم موضوعك. زين، كيف احصل على نتائج متقنه؟ طبعا بالنتائج يعني من المهم ان تذكر نتائج الدراسه، يعني اثبات شيء او تاكيده او رفضه، يعني انه انت نتائجك تكون مبنيه على تحليل صحيح، والنتائج مالتك تكون مبنيه على تحليل احصائي دقيق. وراح تقول لي دكتور احنا شو نسوي بالتحليل الاحصائي؟ هنا نقطه راس السطر. تقول لي اكو هواي كليات ما يعتمدون تحليل احصائي، او اكو هواي كليات ما عندهم تحليل احصائي، او اكو بحوث ما بيها تحليل احصائي. كل شيء خليها ببالك، كل شيء بدون تحليل احصائي فهو مو صحيح. راح تقول لي ليش؟ وانا جاوبك اقول لك لان التحليل الاحصائي ينطيك الإثبات الدقيق والصحيح عن شنو؟ عن النتائج مالتك وعن الفروقات المعنوية. يعني أنت اليوم مثلاً يعني مثل جاني مرة مثل ولد من فلان من غير كلية، قال دكتور ليش أسوي تحليل إحصائي؟ هي النسبة 19 وهي النسبة 20، يعني بينها هاي أكثر. لا، قلت له بابا مو هيك أكثر، تحليل إحصائي أنت أخذته إحصائي بالكورس الأول، تحليل إحصائي يثبت لك إيش قد أكو فروقات معنوية، إيش قد أكو يعني خطأ قياسي، تلك خطأ قياسي بالتجربة، هذه كلها مطلوبة. فلازم أنا أبنيها على شنو؟ أبني على تحليل إحصائي دقيق
نتائجي اذا ما بنت على تحليل احصائي او على شيء دقيق فهي شنية نتائج مو صحيحه. لذلك تشوف اكثر البحوث ترفض تعرف شنو مو احصائي بيدعي احصائي بس مو دقيق او تحليل احصائي مبني على طريق خطا او تصميم التجربه مبني على شيء خطا. هذا شيء يكون يؤدي الى خطا اكبر وبالتالي ينطيني يعني صوره غير جيده عن البحث مالتي. ذلك انا خلي بالي اول شيء بالنتائج مالتي اول شيء لازم تصميم التجربه مالتي تصميمها صحيح وحللها تحليل احصائي صحيح واعرضها بشيء صحيح. هاي ثلاث شغلات النتائج مطلوب منك تصميم وتحليلها وعرضها بصوره صحيحه ودقيقه زين. دائما بالنتائج يقول لك كن موجزا واستخدم عناصر غير نصيه. مثلا احنا دائما بالنتائج والمناقشه نحاول ما نكثر حكي بالضبط. ليش ما نكثر حكي؟ يوم مثلا جاء عماد يكتب اجى عماد حط الجدول مالته الجدول يعني كان صعب اجى عماد فسر لي حشالي الجدول ماله شنو هو جدول كذا وكذا وحشالي فت صفحتين او ثلاثه على الجدول مالته. بس بحيث جيت لاحمد احمد جاب الجدول ماله الجدول قارئ نفسه بنفسه. ومن اقول لك قارئ نفسه بنفسه شنو معناها؟ معناها بيته توضيح عن اي شيء موجود. زين دكتور عن شلون توضيح؟ يعني مثلا عنوان الجدول موجود يدل على الجدول، بعدين المعاملات اللي استخدمتها انت خليها جوا الجدول. فلان فقره هي فلان مثلا تي 1 هي كذا وكذا، تي 2 كذا وكذا، تي 3 كذا وكذا. طبعا وانا يعني اهم شلون اقول انصحكم كتابه البحوث مو بالرسائل، رسائل خاف يلحون وياكم مناقشين، انا اعطي الرسائل اريدها بس خاف يلحون وياكم. كتابه البحوث ابتعد عن تي 1 تي 2 تي 3، هذا صار شيء كلاسيكي. بكتابه البحوث لو تشوفوا هسه البحوث الجديده مثلا المعامله الاولى هي الكنترول اكتبها سي او. المعامله الثانيه مثلا استخدام حافظ اميني ب يعني ويا يختار اول حرفين اي دي اي دي اي 3 يعني فتشين تنوع جديد. فذني انت توضحن جوا الجدول زين. بعد شنو دكتور شو اوضح؟ تحليل الاحصائي مالك على مستوى 1% 3% 5% 105% تمام زين. بعد دكتور شو اوضح؟ تنطي فد هنت بسيط عن نوع التحليل. واذا يصير لك جوا الجدول هسه تشوف اي بحث جوا الجدول كاتب لك هالقد شنو ذني؟ الجدول قارئ نفسه بنفسه. ترى خذ هذا الجدول راح تجي تقول عندي فلان معامله صعدت فلان معامله نزلت وبك الله يرحمه سطرين ثلاثه. ليش؟ لان يعني جدولك واضح. خلي تقلل شو اسوي لازم تقلل عن لا شوف انا وين اروح اكتب اذا اريد اكتب انا وين اكتب؟ شوف ما ايش اقول لك؟ اقول لك هاي الفكره انه انا اقل حجم الرساله هاي الفكره طلعوهم بالك شيل هاي الفكره مال انا افكر بيوم المناقشه. لا تفكر بيوم المناقشه ولا تفكر ايش قد راح ينطوك. فكر انت ورا ثلاث سنين نشوف رسالتك ورسالتك بيها فرد وتعبانه شو يصير بيك؟ انا بالماجستير جد تعبت برسالتي حيل تعبت بس ما كنت اتعلم هيك قلت لكم ما اعرف 2009 ما حد علمنا ولا حد قلنا سوى هالشيء ولا حد كنا نكتب كلاسيكي شلون البقيه. فهسه ما بدي اطلع رسالتي بس لا بدك تقرا شيلها واختر بيها كيف؟ رسالتي تروح تشوفوها. لا تفكر بالمناقشه فكر انه انت باكر شنو من ان تخلي رسالتك ايش قد استفادوا منها العالم ماشي؟ عليه شنو عليه؟ انا ما اروح زايد اكتب لي على كل جدول فد شيء قليل بس اذا بك فائده وتريد تكتب وين تكتب؟ روح لا مو جدول روح على المناقشه روح توسع بالمناقشه روح اثبت صحه نتائجك بالمناقشه زين؟ روح خلي المناقشه ينسطر بشغلك اذا تريد تكتب مو تكتب لي جداول توزع لي اياها خاصه تشوف طلاب الماجستير الجديد من جاب الرساله؟ جايبها الكبرها جايبها شنو؟ بين خط وخط بين سطر وسطر اثنين هالقد يكتب نص صفحه والباقي عبره. دكتور ما يصير عنوانه بجديد بين المسافه بين العنوان وبين الكتابه هالقد يا بدي ايش اسوي؟ والله اكثرها مو هذا الصعب مو بالكثره 70 80 90 ورقه كل الزايده بس شنو انت اذا انت كنت مضبطها بشكل صحيح.
فعليه شنو؟ عليه لازم من الجداول ينقرن يكون الواضحات ومقريات بشكل صحيح. ما الدوخ المناقش به، ما الدوخ اللي يجي وراك به، مو يظل صافن أين دي يفتهمن. لا، جدول بسيط شكل بسيط. وحتى إذا اضطريت أن تقسم الجدول جدولين اقسم شكل، سوي ثلاثة أشكال اقسم، ما عندك مشكلة. بس شنو بحيث يكون، بحيث يكون بسيط وسلس توضيحة كامل. أهم شيء اللي يجي وراك يقرأ يفتهمن. دائما لا تفكر بالقاعد هنا راح يناقشك، فكر بالطالب راح يجي وراك بالكورس الأول نسوي سيمينار وشوف رسالتك، لو يدعي لك لو يسبك حاشاكم، واحدة من اثنين. ليش؟ تقدمها الإجابة عن أسئلة الدراسة يجب أن تكون حاسمة ونهائية، كما يجب أن تكون متسقة مع باقي أجزاء الدراسة. يعني أنا اليوم مو أقدم بياناتي وأقول لربما أو قد، ماكو هذا بالله، بالنتائج ماكو. يعني مو أقول أنا قد نتائجي هالشيء تبينت لي، أو أنا أعتقد نتائجي طلعت، ماكو هذا الحكي. نبات مثلا من تسأل طالب تقول له مثلا انت حصلت مثلا هرمون شي حصلته هالقد لو هالقد، يقول لك والله دكتور بين ماكو هذا حكي بين ايش قد طلعت اكتب لي اياه. اذا نتائجي ابنيها على يعني حاسمه ونهائيه، ماكو خلص. ليش؟ لان انت وراك راح تجي ناس، مو تقول له الظلم توها والله نصارت الهرمون، بس الهرمون بين كذا وبين كذا، ماكو بين كذا وبين كذا، ماكو اعتقد، ماكو ربما، هاي كلها تشيلها. هاي بالتفسيرات تقدر تكتبها، بس هنا بالنتائج لا، نتائج هالشي وهالشي ما بي اي نقاش، طلعت لها النتائج. ودائما اعتقد انا كاتبها مثل يمكن مكاتبها، دائما كن امين، مو عيب ولا حرام ولا اي قانون بالارض او بالكون او بالشريعة يمنعك انه اذا نتائجك طلعت مو معنوية تستحي منها، بالعكس خليها، ما وصلت النتيجة. اليوم أنا مشتغل على فطر فد مايكروب، مشتغل على مادة عضوية، مشتغل على أي شيء واستخدمتها بالدجاج وما طلعت لنتيجة، عيب حرام كفريت، خلاص رقي نفسها. زين مثلا يعني أكو بحيث مرة مثلا استخدموا بيه مثلا بالدجاج مثلا مادة يعني مسرطنة وما أعرف شنو، ف ما طلعت نتيجة. واحد منهم قال لهم خلينا نسقنف. قلت له يابا تتيت بحث، تعال خذ من عندي بحث. سقنف يعني سوي سقنفكيشن، يعني احنا نمشيها، لا نعطيك بحث بس تدي نتائجك على شيء راح تجي عالم وراك تشتغله، وحرام. فهذا حرام علينا، يعني لازم نكون امينين بنقل النتائج، ايش يطلع عندك نزله. انا هاي كل سنة اقولها وباي كلية ادرس اقولها، تدخل بباب الحلال والحرام خطأ وخطأ وخطأ مجال الخطأ إلى أن نوصل ليمنه. فلذلك إحنا شنو وصلت كل شغلنا خطأ. يعني اليوم أنت كتب أنت ما لقيت نتيجة، هان شو عاد اشتغلت شنو؟ أنا تغذية. تغذية على شنو؟ على اللحم. أدري يعني شلون تستخدم؟ بعد راح يغير الموضوع. من هو؟ دكتور زين. اليوم استخدمت بالتغذية فلان مادة بالدجاج، هاي المادة ما فادت، أوصل إنه بعدها يستخدمها، أوصل ما يستخدمها، رحم الله والديك، حتى يجي حد وراك ويشتغل، صح لو مو صح؟ فاحنا ما فاهمين المسألة خطأ، زين؟ بس من أنت تجي حيشاك وتقول أني لقيت نتائج وجاني وراك أشتغل ما لقى نتائج، تجي ورانا همام، يعني ما هالصدق سلوان لو أحمد، تمام؟ همام حيشاك كان مشتغل قالت والله خليه يقول مثل أحمد، إذا صارت المسألة شنية؟ مو هذا مو علم، غش. فلذلك انت باصل عقبة يعني تتخرج المناقش ما يقبل طز بيه ولا يقبل مناقش لرب العالمين. فيها طاريخ اكو بحوث عالمية منشورة بمجلات عالمية، المجلة الامباكت فاكتر مالها 9.9 يقول لك ما عندي فرق معنوي، خلص ها هي. ايه اشتغل وطلع عندنا نتائج، هل ممكن الظروف تختلف وطلعت عندنا نتائج نفس المعاملات؟ ماكو شيء اسمه ظروف، ماكو شيء اسمه سيجنيفيكيشن. اكون دكتور يعني اكو حيوانات تعيش تتحمل حرارة، اي تتحمل برودة وتغير عليها الجو، هاي تبقى انت وفنياتك.
تبقى انت وفنياتك، تبقى انت وموضوعك، تبقى انت والموضوع شنو، يعني تبقى شغلات يعني. بس احنا شنو شاهد من كلامنا انه انتوا ابدوا بالتصحيح، ابدوا انتوا ابدوا بالتغيير، يعني لا تخلون يعني لا تخلون خلاص ما طلعت عندنا نتيجه خلاص يعني شنو المشكله، ما عندنا نتيجه الغيها خلاص ما في مشكله. من جهه اناقش اقول والله استخدمته وما طلعت نتيجه، لا احد يقول لك عيب، ولا احد يقول لك حرام، ولا احد يقول لك كل شيء اوكي. وخاف واحد يقول لك يتفلسف عليك يقول لك لا عاد ليش قررت الخطه، ولا هو قررناها تنشف النتيجه لو ماكو نتيجه. انت صاحب حق، وانت تشتغل صحيح، تكتب صحيح، وتنزل بياناتك صحيح، تقبل له ما حد يقدر يحكي وياك. ليش؟ لان دائما ابو الحق هو فوق الكل. من يجي يقول لك واحد يقول لك انا سبنا ابلق انا تقعد يقول لك عاد ليش اشتغلتوا، يقول لك اشتغلت لان حتى اثبت هذا الشيء صح لا خطا. ما بي شيء، ترى احنا مو كل تجاربنا لازم معنويه، مو كل تجاربنا لازم يعني شلون تقول ايه يعني. شوف مثلا قبل كل شيء غير ما اطرق العمل، بس شلون كاتبها اخذ منها شلون كاتبها خفطت يعني خذ قرص صوغه مثلا تحت قدام الحمل الحراء عشان صار الوزن العلف وزن معاشر شلون صار خذ اندني. لا تباوع على قبلك، باوع على البحوث شلون يكتبون البحوث العالمية اللي كاتبين قبلك، أو إذا واحد كاتب قبلك شيء مرتب باوع عليه ماكو مشكلة. صورة فعالة وتكون يعني قابلة للقراءة. أول شيء المنهجية والتركيب، يعني لازم أنا بالنسبة لمعظم تصاميم الأوراق البحثية هناك طريقتان اللي أقدر أعرض بها. الأولى هي أعرض مطبوعة بشرح قصير فقط، على سبيل المثال أن يقوم الباحث بشرح عناصر غير نصية وتفسير دلالات وأرقام أو تفسير علاقة بين يعني فتشي نصي يكون أوكي؟ أوكي. النقطة الثانية قم بتقديم السؤال الأول ثم ناقشه بعدين السؤال وراء وراء. شوف بالمناقشات دائما شو نشوف يعني بالكتابة، شوف بعض البحوث يكتب يشترط النتائج كلها بعدين يجي يفسر تمام. هذا شوية يصير بشنو بنوع من اللبس، نوع من عدم التركيز. إذا عندي يعني بحث بفد 6-7 يعني أو بثلاث 4 يعني متغيرات 4 نتائج 5-6 أقدر يعني يعني كانت قريبة أقدر أناقشها مرة واحدة. بس الأفضل شنو؟ الأفضل بالرسالة مالتي من أجي أكتب أعرض النتيجة وزن أعرض الوزن وأجي أفسرها جذر وزنية وأفسرها علف وأفسرها دم أفسرها هرمون وأبدي أفسر واحدة واحدة. ليش؟ حتى ليس عندك لبس بالموضوع، حتى ليس عندك تشتت بالأفكار، حتى ليس عندك ضياع للفكرة الرئيسية. أنت شنو أنت؟ أنت تثبت صحة ما حكيت. فشون تثبتها؟ بالقياسات. قصد شون تثبتها؟ بالتفسيرات. من تدمجها كلها تصير شوية صعبة ما مفهومة، وقد يعني تدخلك بطريق بعيد. ذا شو سواني؟ كل صفة أفسرها، كل صفة أجي وراها تفسير. ومثل ما قلت لكم مثلا ناخذ المناقشة شنو؟ تفسير مو معناها خليها ببالك هاي النقطة، مو معناها اتفق وما اتفق، هذا مو تفسير. تفسير ميكانيكية. بس ان شاء الله نرجع عليه. زين. النقطة الثانية هي استخدام بيانات الغير نصية وراء الأمور التالية، يعني دائما من تسوي أشكال جداول أرسم بيانات يعني قم بتضمين ملحقاتها. مثل ما قلت لكم قبل شوية لازم تخلي وياها ملحقات، كل جدول يعني يكون بترتيب، يعني مو مثلا أنت تبدي مثلا جدول 3 وبعدين جدول 4 وبعدين جدول 10، يعني البقية وين راحن؟ لازم تكون جداولك أو أرقامك وأشكالك مرتبات بشكل واضح من بداية تطروحها أو الرسالة إلى نهايتها. بالنتائج المناقشة بالريفيو عندك جدول تطير رقم واحد، تجي على المواطرق العمل مو تطير رقم واحد، لا تطير رقم اثنين، وهكذا تمشي الأمور. أو الأشكال نفس الحالة، يعني تتضمن كل أشكال بأرقام متسلسلة. لازم تميزها بوضوح عن الاستبيان، يعني بغض النظر عن المواضيع أجب ترقيم كل عنصر هاي، يعني ترقيم الجداول ترقيم الأشكال. نتأكد أنه كل عنصر غير نصي وافي ما في الكفاية، يمكن أن يعطي معنى بشكل منفصل عن الآخر. دائما لا تخلي جداولك وأشكالك يعني متقاربة أو مرتبطة أو غير يعني أو
تكون يعني متشابهه. يعني مثلا انت سيارتك مثلا على جدول الزياده الوزنيه او شكل الزياده الوزنيه، لا تخلي يعني متصل او مقارب للعلف، او يعني شويه حاول تميزه تغيره، يعني تحط غير شكل، تحط غير صيغه، تحط غير طريقه، بس شنو المحتوى العام يبقى شنو هو؟ يبقى نفس الاطار. زين، العناصر الاساسيه للنتائج هي لازم ان تبديها بسياق تمهيدي للفهم من خلال اعاده صياغه مشكله البحث. دائما نركز على شنو؟ مشكله البحث. وقلت لكم اياها اني، كل بحث ما بيه مشكله مو بحث، كل بحث ابي مشكله مو بحث. دائما انت اصفن، تعال على المشرف مالك، تعال على استاذك، تعال على اصدقائك قرايبك واخوانك واي واحد يمك، جيب العنوان مالك وتعال قول هذا شنو، هذا ليش انا اشتغلت فيه، شنو المشكله، شنو المشكله اللي عندي انا حتى اشتغل هذا، ليش دكتور راح تسالني؟ اقول لك لان انه انت باكر عقبه من تريد تنشر بحثك اول شيء راح طالب به شنو هو؟ حل مشكله. باكر عقبه من تريد تحكي تقول انا حليت فلان مشكله، باكر عقبه من تريد تسولف اكو فلان مشكله ولقينا لها حل، اذا شو يسموه؟ يسموه بحث علمي صحيح. تمام، فاني لازم دائما اسلسل المشكله مالتي. وبعض الباحثين يكونون فنانين، يسوق المشكله مالته على انها مشكله قويه ويظل يرتب بها الى ان ينزل الى ان يحل المشكله. يعني مثلا تدخل الكتابه مالته بالريفيو، مثلا يكتب ريفيو او يكتب مقدمه، شوف الكتابه مالته، طبعا ريفيو مثل مقدمه خلينا نقول، يعني احنا عندكم بالله، شوف الكتابه مالته متسلسل بال 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 بالمشكله، شلون صارت، شلون على رد تحلها، منو حلها وما حاول او راضي يحاول وما حلها، منو تعب بيها، منو كذا، منو توصل بس ما قدر يحصل نتيجه، الى ان يصل الى مثلا بالنتائج المناقشه. بالنتائج المناقشه يبدا يربط ما كتبه ما كتبه بالريفيو ويا كتابته بالمناقشه، يربط يقول هذا مثل ما تم ذكره فلان فصل هيك وهيك صار، حليناه احنا فلان فلان شغله حليناه. هذا شنو هو؟ كاتب بارع. طبعا افضل نجي المناقشه، افضل تفسير ما تفسره نفسك بنفسك. افضل شيء بالتفسيرات ما تفسر نفسك بنفسك. ترى شلون نفسي بنفسي؟ يعني انت مثلا اليوم كتبت، نلاحظ انه مثلا زياده بفلان هرمون، هذا الهرمون ناتج مثلا من الخوف، مثلا التستوستيرون او الكورتيكوستيرون ناتج من الاجهاد مالت الطيور، من الطيور اجهدت ولقيت هرمون زايد، وتفسر شلون الهرمون يجود بالاجهاد بعدين، وهذا يدل، وهذا ما نجده في نتائجنا في جدول كذا الذي وجدنا به انه هناك زياده بنسبه الاتش على ال. سويت انت؟ ربطت نتائجك نفس نتائجك، ربطت الخوف بالكورتيكوستيرون ويا من؟ ويا اتش على ال. او تجي زياده بالوزن، وهذا الوزن زاد وتفسر انه بسبب كذا وكذا وكذا، وهذا ما وجدناه بمن؟ بارتفاع هرمون مثلا الشبع، او بارتفاع هرمون الكذا كما في جدول كذا في مذكور في كذا. هاي التفسيرات ما حد يقدر يقول لك على عينك حاجب، ولا حد يقدر يدق بيك. ليش؟ انت باعتبارك متمكن، متمكن من شنو؟ متمكن من الموضوع مالك كله. لذلك ايش سويت؟ كنت تفسر نتيجتك بنتيجتك، تستشهد بنتيجتك بنتيجتك. هذا شو يسموه؟ يسموه يعني براعه بالتفسير، يعني يسموه ارقى انواع التفسير. ليش؟ لان انت تقول انا زاد عندي الاجهاد، يعني وهذا الهرمون طلع يعني اجهاد، والدليل على كلامي مو بس هذا الهرمون صار اجهاد، الاتش على ال عندي زايده، او كرات الدم البيضاء عندي زايده. انت ايش سويت؟ ربطت لك حلقه. بعد لو يجي ابو سلوان، ابو المناقش، ابو اللي يقف قدامك بعد يحكي وياك، ليش؟ لان انت ضبطتها. فاهم الفكره؟ مثلا اليوم انت عندك بالاسماك مثلا عندك
زياده مثلا ب يعني مثلا انت سويت فد شيء ساهم بالتنفس، ساهم بالرفاهيه، ساهم باي شيء، وين تربطه؟ تربطه بكريات الدم الحمراء. شو تشوف بيها؟ تحسن معنوي. شلون؟ لان بدات كريات الدم يشتغل وينقل ينقل اكسجين وغيرها وغيرها، اذا تربط هاي النتيجه ويا هاي النتيجه. وهذا ما ما تم اثباته في جدول او شكل كذا. اعظم تفسير هذا. هذا كلش قوي يصير. هسه ان شاء الله راح ناخذه شلون يصير. زين. اهم الافكار اللي يعني المترتبه في السلسل المنطقي متسق، يعني انا دائما افكار تكون يعني رتبها مو اطشرها. مو اجي انا يعني اضرب لك مثل، يعني بعضنا شو يسوي؟ يجي بالافكار مالته كلها ويطشها بال ما تفتهم، الافكار مالتك سويها شلون ميكانو. نسقها. اول شيء اني مشتغل على شنو الهدف مالي؟ انه مثلا ازايد وزن. اول شيء اذكر الوزن. ليش زاد؟ ليش اشتغلت؟ من وين الوزن زاد؟ من زاد الوزن العلف استهلاكي اوكي. العلف استهلاكه زاد لو قل؟ بعدين العلف من قل اقتصاديه مو اقتصاديه؟ اكو دليل انتاجي لو ماكو؟ اذا شنو هي عباره عن شنو؟ عن شيء ميكانو اسويه، ما اسوي شيء بخربط. اجيب منه اوصف لا بالتسلسل بالترتيب. واضحه؟ وهذه اضف وصفا منهجيا مع سلط الضوء على المعلومات الاكثر ارتباطا بمشكله البحث. تذكر انه قد لا تكون جميع النتائج المرتبطه بالمنهجيه المستخدمه ذات صله، مو كل النتائج تكون ذات صله، او مو كل النتائج تكون ايجابيه، او مو كل النتائج تكون يعني يمكن ان تدعم الحاله مالتي، بس انا شنو؟ انا اخذ الشيء او اخذ النتائج مالتي اللي من البدايه اللي تقول خلي تكون قريبه على شغلي والباقيات في تحصيل حاصل. اوكي زين. اذا هسه احنا ما نريد نعرض جداول، لازم شنو يكون جدول؟ واضح، بسيط، سلس، قارئ نفسه بنفسه، بهنتات توضح لي شنو الموجود. ما اكتب هوايه عليه، اكتب شيء المهم، اكتب ببساطه، اعرض نتائجي تكون بارزه وواضحه. زين؟ دائما ميل البن للبساطه. ولكن من نجي على شنو؟ على المناقشه. هي القسم ان المناقشه المكان الذي يتعمق فيه الباحث في معنى واهميه وملائمه النتائج. ويركز على شرح وتقييم تلك النتائج واظهار مدى ارتباطها بالدراسات السابقه وتناغمها مع اقسام الدراسات الاخرى، كما ان قسم المناقشه يمنح الباحث فرصه، هاي الفرصه ثمينه، لتقديم الادله التي ستدعم فرضيته واستنتاجه وتعززه. اذا شو يقول لك هنا؟ أنا تعمق. تكتب اكتب، تفسر فسر، باوع. يقول لك بالماجستير سابقا يقول لك المو معنويه عبرها، لا تفسرها. حتى بالدكتوراه مو معنويه تفسرها عوفها، لا لا تكون قوي حتى المو معنويه فسرها. ليش ما صارت معنويه؟ تذكر لي السبب حتى تكون قوي. لان هي شنو دراستنا؟ فلسفه. انت شلون تتفلسف؟ كيفك؟ حتى المو معنويه تقدر تفسرها، حتى التفسير تخلي تفسير واحد تقدر تخلي ثلاث تفسيرات، تخلي اربع تفسيرات، ما عندك مشكله. مثلا اليوم انت عندك مثلا زياده بالوزن، او زياده بوزن الصوف، زياده بوزن استهلاك العلف، شوف شنو عندك انت. تقدر هذه تخلي عليها فد اربع ميكانيكيات، تقول ربما بسبب فلان شيء. ورا ما تقول السبب تقول اتفق او لا يتفق، او قد يكون السبب بانه فلان شغله وفلان شغله، وايضا اتفق او ما اتفق. ايش قد ما انت كتبت تفسيرات، هذا شو تسوي؟ تدعم شنو؟ شغلك، تدعم بحثك، تدعم شخصيتك. نجي انا اقرا وراك اقول والله انا ما شاء الله كل هذا قارئين وكاتبين. لذلك يعني شوف انا بعض المناقشين او بعض اللي يكتبون يجي على نتائج المناقشة اللي ما معنوي عبارة، لن تقول ان هناك فلوق معنوية وسكت راح، واللي معنوي حط له لو تفسير لو ما يحط له شوف يا انشر. لا لا تشتغل هيك، وقت قدامك، وقت هناك مفتوح، اقعد على كيفك،
حط لكل نتيجة تفسير تفسيرين. ترى لا تقول ماكو بحوث، كل شيء أكو. لا تقول ماكو مصادر، كل شيء أكو. حط لها تفسير تفسيرين، حتى من أجي أنا أقرأ وراك أقول والله ما شاء الله عماد يعني 4-5 تفاسير على كل صفة، والله هذا شيء مشي يعني شيء فخر شيء حلو. 3 تفاسير على كل صفة، والله عمي عشت إيدك. وهذه التفاسير تفتح تعطيك آفاق. هاي الأفق من تجيك؟ من تكتب المقدمة أو تكتب شنو؟ تكتب الريفيو. إذا أقول لك أنا أنت متركز على المقدمة والريفيو وتطلع، من تطلع هواية تصير لك آفاق هواية على شغلك، تصير لك فكرة هواية على شغلك. دائما اليوم مثل أنا مثلا على هذا الفطر، من تجي تقرأ على الفقرة على هذا الفطر سوى فلان شيء، دخلك بأماكن، تلقى بحوث تفتح لك أبواب جديدة. هاي الأبواب الجديدة اللي تفتح لك إياها تقدر تسيطر عليها. مثلا يوم استغربت كلكم جربتوها، انت مثلا شغلك على لاين واحد، تجي تقرا تلقى اكو ناس مستخدمه غير لاينات، وناس مستخدمه غير شغل، وناس داخله بغير مطبات. فتجي تسوي ذني كل الجماعة من تفيدك بالتفسيرات. نجي تفسر، التفسير الاول يقول هيجي، التفسير الثاني يقول هيجي، الثالث يقول هيجي. اذا شنو هذا معناه؟ معناه عمار مثلا استاذ عمار اليوم كان قاري على شغله وتعبان على شغله ومتأكد من شغله، هذا اللي معناه. فما ممكن أن يجي واحد يوقف بوجهه، بس من يجي مثلاً أجل مثلاً سلوان، جاب سلوان الم غير معنوي طق 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 عبره غير مع يعني هاي ما مفسره المعنوي لو تفسير لو، وهذا نتائج تتفق مع فلان ومع فلان. أنا عن نفسي أي بحث أي رسالة أي طروحة تجيني وألقى ماكو تفسير ميكانيكية ولا كو تفسير شرح علمي، ألقى اتفقت وما اتفقت أشطب عليه ما أقبله، هذا مو تفسير. أنا شعلة اتفقت ويا فلان أو اتفقت فلان، شعلة يبي يعني أنا تفسر لي إياها ميكانيكيا شلون صارت، هو فلان إيش قال حتى تتفقوا وياه، غير وضح لي. مو اتفقت مع فلان ولم تتفق مع فلان، فلان إيش قال إيش حكى شان شنو رأيه شو اشتغل، وهذا الاخ اللي ما شنو الشغله شنو شو اشتغل، وانت رايك شنو، وين رايك انت بالمساله. بس العقب ما يجي واحد ورايه ما يقول شنو سلام على عيني حياك، ما يقول انت ايش قلت يا سلوان، انت ايش كاتب، من اجل تقول تفقد ويا سلوان انت ايش كاتب حتى اتفق وياك، غير الي بصمه وين بصمتي. فلازم تكون بصمتك موجوده حتى تثبت صحه يعني نظريتك. اوكي زين، شوف هنا بشكل عام يكون العناصر الرئيسيه للنتائج يعني للقسم النتائج والمناقشه معتمد على التالي: التفسيرات. تفسيرات يعني ماذا تعني النتائج؟ طلع لك اليوم زياده بالوزن، طلع لك اليوم زياده بال الهرمون، طلعك زيادة بكذا نقصان، هذا نستعني. اليوم انت نقصت جيت لقيت كرات دم البيضاء بالكنترول عالية، بس يمك مو عالية بالطبيعي، تشتوت نقصت كرات دم البيضاء مو ليش تشتوت، فسر لي تشيلي قلت الجهاد صار، بس قلت الجهاد تحسن شنو احسن من الكنترول، زين تشتوت قولي فلان مادة انطيتها هدئت، هاي هدئت سوت كذا سوت كذا سوت كذا سوت كذا، إذا لازم تفسر لي، لازم توضح، لازم تبين لي. زين تعبتوا شو حسكم يعني كنتوا ها كملوا ماكم واحد. زين التداعيات مالتي ليش هالنتائج مالتي مهمة، شلون أثبتها مهمة، من يقول نتائجك مهمة، من يقول اني اليوم انت مشتغلت على شغله، من يقول انا دني يعني اقدر اعتمدهن؟ شلون انت محامي واقف يم قاضي دافع عنهن، شلون تدافع عنهن؟ اثبت لي. زين بس من اقول لك اثبت لي، هسه انت بالك شو تقول لك يا سلوان الحلقه اللي يحكي يعني وين بالمناقشه، بس يا دوب اكمل، لا تفكر بيوم المناقشه، فكر ها بالضبط، فكر انت شلون تثبت صحة نتائجك. اوكي فكر شلون تثبت صحة نتائجك، شلون تثبتها، عندك بحوث عندك تفسيرات وعلى ضوها اشتغل. زين
وبالمناسبة مو عيب ولا حرام إذا ما لقيت تفسير. كثير جدا من البحوث يقول لك ولم تعرف الميكانيكية لحد الآن. ولا تبيك فائدة سبع أعرف الميكانيكية ويصير بعض اختراع لك. بعيدة مو بعيدة، احنا بعديها، احنا مستصعبيها. ليش جايين احنا؟ جاء اليوم طالب الماجستير لازم تبدع. شنو مشكلتك انت؟ لازم تبدع. مشكلة شنو؟ لغة انجليزية شوية ضعافين بيها، ماكو خلق للقراية، فهذا اللي أذانه. والانجليزي ترى تتعلمه والقراية تقدر تتعلمه، وبالتالي انت اسمك طالب. ودام اسمك طالب، طالب مو مثل ما قلت لكم يا غير جماعة، اقول لك طالب يعني اقرأ، يعني تابع اقرأ الصعب تقدر ترجمه، كل جملة ما تفتهمها تقدر تسأل بيها، وهكذا تقدر ان تمشي الامور عندك بكل سلاسة بكل بساطة. ومو بعيدة عليك، ثق بالله مو بعيدة عليك ان تكتشف شيء جديد، ترى مو صعبة. يعني هم اكتشفوا بالسبعينات واكتشفوا بال 1600 و300 و2000 كانوا احسن، يعني احسن من عندنا. نفس الشيء، بس هو له ظروف توفرت وجدت ما توفر لك ظروف، بس نقدر نخلق هاي الظروف ونوفرها. اذا شاد كلامنا، نتائجنا مهمه، لازم نثبتها مهمه، وبالتالي بيوت ما الذي لا يمكن ان تخبرنا به النتائج ولماذا؟ ليش دائما اني اتقيد انه ما اخبر به او كذا؟ هذه حكيناها، توصيات ومقترحات ناخذها ان شاء الله، يعني شلون نطبقها وشلون نشتغلها على الاسبوع القادم. زين، خطوات كتابة المناقشة. طبعا اول شيء بالمناقشة لازم اني الخص النتائج، اما بذكر المشكلة دائما، كل شيء ابدا بذكر المشكلة، وهاي المشكلة شنو اثارها المترتبة، وبعدين هاي المشكلة اشرح عن نفسي مختصر، وشون اذت المجتمع، شون تعبت المجتمع. من اقول مجتمع مو الا مجتمع، يعني مجتمع اي مجتمع، اي شيء مجموعة فهو شنو يعني بابلك. ممثل على التلخيص، تشير نتائج مالتي، توضح الدراسة، وجود علاقة يدعم هذا التحليل النظري. هذا اللي كله تقدر شو تسوي انت؟ تبدأ وتنطلق من عدها. زين، ومع ذلك تقدر انت تبدع، مو الا نفس ذني، تقدر انت تبدع اذا كان لك واصل كتابة وتتعيد وتشتغل. انت ابدع، مو الا تشير نتائج، مو الا تبين نتائج، انت شلون صوغها صوغها، بس تكون شيء سلس وواضح. شوف، تبدو النتائج واضحة تماما، تقديم تفسيرات واضحة لكل نتيجة، ولكنها حتما ليست يعني مو لك، بالنسبة للقارئ دائما يقول لك تبدو النتائج واضحة تماما لك. نتائجك من استغلتين انت؟ من سحبتين عينات؟ من حللتين؟ من كتبتين وحالتين احصائي طلعتين وجدول مفهومة لك، بس تشوف ان تعرف يا معاملة عندك زينة ويا معاملة عندك مو زينة. بس إلي يعني مو مفهومة، أنا شو نعرفها مفهومة؟ من أنت تبين ليها مفهومة، من أنت تطيني ياها مفهومة، من تفسر ليها بطريقة مفهومة، أقدر أنا شنوها؟ أقدر أني أقولها نتائجك مفهومة، بس هي إليك مفهومة، بس لغيرك مفهومة، يعني غير مفهومة. لذلك دائما من نكتب نخلي ببالنا وأعيدها وظل أعيدها، الكاتب ليس مثل القارئ. من تكتب خلي نفسك راجي وراك اللي يقرأ، هذا المسكين راح يسوي سمنة سنة اللخ، راح تروحتك ايش راح يشوف؟ زين، وهذه الخطوة طبعا تزيد من مصداقية الدراسة مالتك. زين، في العادة تعتبر التفسيرات التي يقدمها الباحثون على نوع البحث التصميمي، ولكن تبقى هناك بعض الأسباب أو الأساليب النموذجية لتفسير النتائج. تبقى من الأسباب النموذجية تفسير النتائج وهي تحديد الارتباط والأنماط والعلاقات بين البيانات. اربط بياناتك واربط علاقات بين بياناتك. أفضل تفسير قلت لك عليه قبل شوية ما تفسر نفسك بنفسك. زين، يعني جدول فلانشي يدعم شكل فلانشي، شكل فلانشي يدعم جدول فلانشي. هذا تفنن، هذا أنت تفنن به. وهذا التفنن من اجي اني واجي مثلا اناقشك او اجي واحد يناقشك وشوفك انت متفنن هذا التفنن، ثق بالله ما حد يسولف وياك. انت داعم شغلك بشغلك. زياده بهرمون مثلا الاجهاد، عندي الاتش على ال زايده، زياده فلان هرمون عندي فلان شيء زايد،
انت شنو انت داعم شغلك بشغلك هاي اذا سولف وياك بسوي علاقات بسوي ارتباطات بين الشغل اذا شنو انت دليل على شنو انه انت فاهم واعي ودارك شو بسوي فلا تخاف زين انطلق بهذا المنوال روح ما حد يهمك زين مناقشة ما إذا كانت النتائج تلبي توقعات الباحث أو تدعم فرضيته أنا مو خليت فرضية بالبداية وين خلي الفرضية وين بيصارت ويا مكان فرضيتي وين صار وين تصير بالمقدمة مو تمام زين وخليت هدف تمام هسه أنا أجي هدني نتائج مالتي تدعم هذا الشغل أو ما تدعمه فرضيتي صحيحة لو مو صحيحة زين قاعد تقول لي دكتور أنا إذا أخطأت بالفرضية مالتي شنو المشكلة أنا مو خطأ أنت سويت فرضية أنه تصل لفلان شيء وما وصلت فراح توصل باحثين وراك أنه هذا الطريقة تمشون به تمام واضح الفكرة زين تحديد موضوع النتائج وسياقها في إطار مجال المعرفة لكل تخصص دراسة يعني إحنا دائما نوبات شوف مثلا هو يروح خارج الدراسة مالته يروح خارج التخصص مالته أنا ما أقول لك لا تروح روح بالشيء المفيد إلك مثلا أنت اليوم مثلا استخدمت الحقل على فد ميكانيكية مثلا استخدمت قفص ميكانيكي قفص يعني فد كهربائية ما أعرف شنو تقدر توضح شيء من الكهرباء عليه هذا ماكو مشكلة بس لا تروح زايد بي دائما خليك وين حقل الدراسة مالتك زين شرح النتائج غير متوقعة وتقييم أهميتها قد تطلع عندك نتائج غير متوقعة من نقول غير متوقعة إيجابية أو سلبية خلاص عرضها ناقشها وفسرها ماكو أي مشكلة قلت لك حتى الغير معنوي حاول أن تفسره حتى غير معنوي حاول أن تقول ليش صار غير معنوي بس تعلم هذا الأسلوب أولاً من تعلمه يصير عندك منطق بالكتابة يصير عندك منطق بالنقاش يصير عندك منطق بالحوار يصير عندك يعني يصير عندك فد شيء رهيب تقوم أنت ما تقف بأي تفسير بس تتعلم أسلوب شلون تفسر وشلون تناقش وهذا من يجي من قراءتك إيش قد قرأت أنت بالفسلجة إيش قد قرأت بالسلوك إيش قد قرأت بالدارة إيش قد قرأت أنت على شغلك على بحوثك شفت العالم شلون تتناقش بالبحوث هذا كله شيء يسوي عندك يسوي عندك إدراك وتقدر أنت تفسر النظر في التفسيرات البديلة الممكنة ومناقشتها بحيادية ما لقيت تفسير دكتور والله تفسير ماكو تمام أوكي ماكو أكو شيء قريب أكو شيء بديل دكتور شلون يعني شيء بديل يعني أنا اليوم أريد مثلاً أفسر على مثلاً هرمون الأوبايد مثل الأفيونات أكثر ما قلت تفسر عليه أجي الأفيون شنو يحفز فلان هرمون فلان هرمون فلان هرمون أجي أناقز إن الهرمونات وأنسبها لمن سموه تفسير بديل أوكي قد لربما صح لو مو صح لأن ماكو شيء ما بس هذا تكتبه أنت هذا تكتبه أنت دليل على شنو على وعيك بشغلك اليوم ما لقيت تفسير بس منو أنت فسرت شيء بديل إذا شنو معناها معناها أنت واعي قاعد تسوي أنت قاري أنت مطلع لك يعني باع بهذا الموضوع زين تنظيم قسم المناقشة باتباع نفسه كقسم النتائج مع الاستفاضة في الشرح والتفسير والمصطفى مع الاستفاضة في الشرح والتفسير ممكن قبل شوي قلت لك بالنتائج قلل وين تتكثر بالمناقشة ابدع بالمناقشة ابدع زين اي عادي قول واتفق هذا النتائج مع فلان ما في مشكلة زيادة ما هو مشكلة؟ ما هو مشكلة؟ لا وش المشكلة؟ كان كي خمام مالتي؟ لا لا ما هو مشكلة. بس أنت شنو؟ دائما. أستاذ سنعطيكم درس. أنا أخذت الدكتوراه ذاك اليوم درس على الانتحال والاستلال.
الانتحال الاستلال راح نعرف شنو بيناتهم. هو هو مو يعني كل شيء انا اخذ هذا صدقة، لا انا بس اصوغها بطريقة تبين بصمتي والفكرة مال من مال الباحث الاول، واضحة؟ ان شاء الله اعطيكم درس عليه. ثالثين، مناقشة الاثار مترتبة على التوصل الى النتائج او التداعيات. دائما اضافة الى تقديم التفسيرات، الباحث ان يتأكد من ربط النتائج الدراسة بما هو موجود بالفعل من معارف وخبرات. شوف تبغاني ركز، ربط النتائج، ربط النتائج دائما نتائجك اربطها، حيث ان قسم المناقشه يجب ان يبين كيفيه تلائم نتائج الدراسه مع المعرفه الحاليه، وتبرز الافكار الجديده التي ستضيفها تلك النتائج الى المعرفه والممارسه. يعني اليوم مثلا انا من جهه اقيس دم بالدجاج، دم بالحيوان، دائما شو اسوي اني قياساتي هاي نتيجتي هاي ايش ابرز؟ اول شيء اربطها، ثانيا لازم تكون متلائمه مع نتائج الدراسه مالتي واقعيه. مو اني مثلا حاط تكرم الحيوان جو الحراره وجو الشمس وهذا، واجي اقول عنده ولفير عالي، يا ولفير لو بالشمس بتموز، يا ميلا ولفير ميلا رفاهيه. فلازم تكون نتائج جنيه او بياناتي او تفسيراتي واقعيه، يعني مو ابتعد بيها ولا اذكر شيء يعني فوق الـ يعني ما ابالغ، يعني مو انا اجي ابالغ حيل بالنتائج، لا اذكرها بشيء بسيط وتفسيرك اذكرها بشيء بسيط، وبين الافكار الجديده من شغلك حقك، لا تظلم نفسك اشتغلت وتعبت، بين النوفلتي مالتك، بين شغلك عاداتك انت بينها، تعبان ومشتغل كلكم تشتغلون كلكم تعبون، فلا تظلم نفسك، بين الشيء اللي اشتغلته انت ابرزه، واضحه؟ زين. اثناء انجاز هذه الخطوات عليك ان تسال نفسك بعض الاسئله، وهنا راح نشوف شلون الاسئله هذه. هل تتفق نتائج الدراسه مع نتائج الدراسات الاخرى؟ نتائج اختلفت لو ما اختلفت؟ هاي مشكله احنا قاعد بيها. شوف ذلك اكو ناس، ليش قلت لكم اني ننقل بشيء امين؟ لو كنا ننقل بشيء امين يجوز ماكو اختلاف او اختلاف بسيط، بس هنا شنو راح يصير؟ اصير الاختلافات، ماشي؟ اذا كان الامر كذلك، اذا كانت النتائج اوكي، شنو ضفت انت؟ سويت لعب صح؟ ليش انا قلت لك بالمحاضره الاولى قلت لك احنا لازم نعرف شو المعنى، يقول لك من اين تؤكل ال، اذا كانت نتائج هاي كلها مشابهه متطابقه، شنو ضافت لي هاي الدراسه مالتي؟ شنو الجديد؟ فليش اقول لك انا بالبدايه قلت لك ارجع لي وين؟ على البحث، واخذ التوصيات اللي وصلوا بها الباحثين، حتى من اجي اقول لك شنو الجديد؟ يقول لي دكتور ابو اوس وصف فلان شيء، مو ابو اوس؟ ابو اسيد، اوس ابو اسيد، ابو اسيد ابو اسيد وصف فلان شيء، فانا على توصيته كملت مشروعي، تمام لو مو تمام؟ حتى اقول انا ما انا اختلفت عنه، انه وصى وانا كملت وصيته، انه ساعه صار عندي الشغل سلسله. زين. هل نتائجك مختلفة جدا عن الدراسة الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا حدث ذلك؟ نتائجك اختلفت؟ تعال ليش اختلفت؟ سويت سيجنفيكيتين؟ ها مؤمن؟ سيجنفيت؟ لا والله دكتور، ليش اختلفت؟ تعال اثبت ليش اختلفت؟ إذا اكو شيء خلاها تختلف، شنو الشيء؟ أذكره بالتفسير مالتي. واضحة؟ زين. هل نتائج دراستي تدعم أم تتحدى النظريات الموجودة؟ إي لو لا، أذكرها. هل هناك اي اثار عمليه تترتب على النتائج اللي سويتها انا شو ترتب عليهم؟ تمام، ترى احنا مفتهمين مساله انه انا كم، لا انت تطلع بشيء جديد، هذا بدول العالم اشتروا منك هذا الشغل، انت شايفين شيء اسمه فاند؟ فاند ما تعرفون شنو الفاند؟ الفاند هو عباره عن منحه ماليه تمنحها الشركات لاحد الاساتذه، مليون دولار، 300,000 دولار، 400,000 دولار، 500,000 دولار، تمنحها الشركة لأحد الأساتذة حتى يحل لك مشكلة. فذاك اكو موقع اسمه انديد، من تدخل عليه تلقى الأساتذة الموجودين طارحين مشاكلهم، من يجي يشتغل على فلان شيء، تقول أنا أشتغل، نعطيك قبول من جامعته وتجي تشتغل ونعطيك فاند، نعطيك 20,000 30,000 دولار، يقول لك روح اشتغل لي، بس منو بشرافه؟
يكمل. انت جاء مصطفى كمل سلسله، جاء عماد كمل، جاء مؤمن، جاء احمد كمل، ولا البحوث كلهن جمع نتائجهن خلصهن باشرافه، كان ايش سوالهن دزهن للشركه وطق منهم الفاند. واضحه الفكره؟ ترى بس انا اشتغل لله. اوكي زين. لماذا على القارئ ان يهتم بالنتائج التي قدمها دراستي؟ اليوم انا قلت لك خلي القارئ بمكانك. ليش القارئ يهتم بهاي النتائج؟ لان نوفلتي، لان جديده، لان تفسيرات حلوه، تفسيرات مرتبه. فشو اسوي انا؟ يعني اليوم من اجي اشتغل واشوف واحد انجليزي كاتب تفسيرات هوايه، واشوف مضر جايب هاي التفسيرات وملبلبن الي، وين اروح؟ هاي ملبلبه. قارئ وين يريد؟ قارئ الشيء اللي يهمه. قارئ يريد الشيء اللبه اللي ياخذها. طالب الماجستير تلقاه سيمينار يدوخ، اول ايام نسميه سيمينار مو يدوخ. وين يروح؟ يروح على الشيء البسيط. فانا اذا ملبلب الامور مجهز لي اياه، شو يصير؟ تروح مضار قران ماله شايله يفتر 24 ساعه، سالوه فتحها، مشحنوه فتحها، طلبوا منه فلان شيء صار له مو صح. هاي كنا مرينا بيها. اذا لازم ان دراستي تكون واضحه وسهله حتى اقنع القارئ بيها. زين. رابعا هي الاقرار بقيود البحث العلمي. حتى افضل الابحاث تتعرض لبعض القيود، كل بحث له قيود، وكل بحث له يعني لازم له اثبات مصداقيه، ولازم يبني على صوره دقيقه، ويمكن تنتاجه من رسالتك. قد تنتج القيود بسبب التصميم العام للبحث العلمي، او دائما انا عندي شنو؟ عندي بالبحث نوع من القيود، ولذلك هاي القيود تحد من الشغل مالتي او تحد من تفسيراتي. فذلك انا وين اتجه؟ اتجه الى التوصيات، اقول اني وقفت بفلان مرحله، يجي ورايا ياخذ شغلي بس خلي حد من هاي القيود يخلصني من هاي القيود. واضحه؟ فاذا التوصيات شيء مهم. احنا التوصيات نكتبها شفيان شر، عندي اسبوع الجاي ان شاء الله نكتبها شفيان شر. معود ايش بقالك؟ بقت التوصيات خلاص الدكتور خلصت. ايش بقالك؟ بقت التوصيات يا معود. تكتبها شلون ما كان وطلع، هي التوصيات مو انت شلون تكتب ما كان. التوصيات هي عبارة عن القيود اللي انت مخرتك توصل للهدف مالك النهائي اللي ما قدرت توصله. والتوصيات هي القيود اللي انت اكتشفتها اثناء شغلك. او والله هاي فلان شغله لو فاتتني لو من الاول مسويها، هاي سجلها توصيات. زين، هاي التوصيات. ليش اكو بعض الشغلات لازم نتركها خارج المناقشة؟ هناك بعض الاخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة قسم المناقشة في دراستك، وهي اولا تقديم نتائج جديده، شغلات انت ما مشتغلها تجي تقدمهم او تفسرهم، هذا مو صحيح. تقديم معلومات وبيانات مبالغ فيها، وهذا واحده من سبب رفض البحوث ورفض الرساله طاريح. يجي الباحث يسوي طروحته هي وبس، او رسالته هي وبس، او بحثه هو وبس. لا تبالغ. اوكي فسر، فسره هوايه كذا، بس مو تبالغ بالموضوع. لا تبالغ، فد شيء بسيط. دائما بالبحث العلمي نكون بسيطين. زين. ذكر نقاط الضعف في الدراسة. يجب أن يهدف قسم المناقشة على تعزيز مصداقيتك. يعني بالمناقشة لا تروح على ضعف دراستك. أنت عندك ضعف، عندك خلل، حاول شو تسوي؟ حاول ابتعد عنه وتغطي عنه بالتفسيرات. صار عندك خلل ماكو مشكلة، أذكره ماكو مشكلة. صار عندك ضعف ماكو مشكله، بس انت شنو هو؟ حاول ان ما تعظمه، تكبره، لان دراستك تفشل. قول هذا الخلل صار بس اني لقيت فلان شيء او حليت فلان شيء. واضحه؟ زين. معايير المناقشه شلون تكتبها؟ يعني توضح مناقشه النتائج بشكل من الايجاز والاختصار، هاي اخر شيء يعني. تقديم مناقشه النتائج بشرط عدم تكرار العبارات. كل كتابتك اي جزء من اجزاء الرساله لا تكرر عبارات، تكون ممله، تكون ممله. عبارات انت ابدي غير، انت من يمك ابدع، لا تغير عباره. من غير عباره تصير شغلتك شنو هي؟ ممله، ما تنقري. واضحه؟ القاء الضوء على الدراسات السابقه باستخدام فعل الماضي، اكد، اشار، بين، كل شيء هو في الماضي. ترتيب المناقشة، إشارة للحقائق المؤكدة والثابتة من خلال فعل الحاضر. هسه سويت، اشتغلت، لقيت، انتجت، ماشي. ترتيب المناقشة وتنظيمها بالاستعانة بعناوين فرعية.
يوم حلق لاكتوني. يمكن الباحث أن يقوم بسميكم برقة، يمكن الباحث أن يقوم بتصنيف كافة التفسيرات إلى المواضيع محددة ومنفصلة، القيام بمناقشة أهداف الاستنتاجات عن طريق تسلسل المعلومات في النتائج أسلسلة مثل ما قلنا، تقديم مناقشة من خلال اعتماد على التيار المنطقي للتفكير. دائما تفكيرك صوغه بشيء منطقي، قلت لك الوراك خليفتهم، تدخل الوراك مبهمة شغلته لا تدوخل، والاعتماد على العوامل الرقمية الحديثة توكل صار دائما اعتمد على شيء حديث بتحليل مالتي النتائج والبيانات. وبالأخير هذه المراجع اللي استخدمناها، وشكرا لحسن إصغائكم.